يا فهم احلى راديو. صباح الخير ونهاركم زين. مرحبا بالناس الكل اللي قاعدين يتابعوا فينا توا 11:09 دقائق. هذه الو يا فهم سبيسيال سانتي باي ميد بوينت ان، اول موقع طبي في تونس والوحيد اللي تلقى فيه اقرب طبيب ليك وتاخذ معه موعد على الانترنت. موضوعنا اليوم هو الصدفيه، وحضر بحضنا دكتور سامي بيكر، طبيب مختص في الامراض الجلديه والتناسليه والعلاج بالازهار. اذا كان تحبوا تسالونا في الموضوع هذا تنجموا تطلبون على 31 380 ألف. دكتور سامي مرحبا بك بحضنا في اي اف ام. عايشك مرحبا بك وكل مستمعي راديو اي اف ام. عايشك الله يخليك. دونك دكتور احنا اليوم باش نحكيوا على الصدفيه، شنو هي، منش تجي، اسكو فيها انواع والا لا، كيفاش التريتمون نتاعها. ما قبل هذا زميلتنا اشراق هبطت للشارع التونسي وسالتهم شنو يعرفوا هما على المرض هذا، نشوفهم شنو قالوا بعد جاوبوا. الو اي اف ام من 11 نص نهار مع هجر الحناشي. البسورياسيس ما يداويش، هو مرض كرونيك ينجم يقعد حياة العبد كاملة، والتو ما قولوش دواء، اما ماهوش معدي، معناتها هو مرض ماهوش معدي. مرض معدي بيان سور ما مش يعدي من عبد العبد، يعدي العبد معناتها لوي ميم، معناتها البلاصه اللي موجوده فيها الصدفيه، معناتها كي واحد يمس البلاصه هذيك تتعدي البلاصه الاخرى وتبدا البقعه نتاع الصدفيه حمراء وفيها جينيرال مقشور. البسورياسيس هو مرض جلدي منتشر بكثره في تونس، ظاهرين على الجلد هي بقايا حمر مدور، بقى واحد يحك في جلده برشا، تقلق برشا برشا، يجي للكبار والصغار والبنات للرجال، يجي في الوجه وفي الرقبه وحتى في فروه الراس وفي الظوافر. من الاسباب نتاعها السمنه المفرطه جو بونس، زاد الدخان، والنساء اكثر من الرجال بيسكو النساء ديما معناتها جينيرالمون يبداو النساء ستريسي ويبداو يخبيو معناتها في لي بروبليم نتاعهم. تنجم تجي من اسباب نفسيه ولا اسباب وراثيه؟ تنجم تكون فما مشاكل باطنيه ولا نقص في المناعه. لازم اللي يمرض بالمرض هذايا يمشي معناتها ديريكسيون للطبيب طول، على خاطر لا تداوى بالاعشاب لا باللي روسيت غرامير، اللي يمكن العلاج نتاعها هو العلاج معناتها بالبوماد، ويمكن زاد اشعه الشمس الالترا فيوليت نجم تساعد باش تقلل منه في الصيف، اما ما يتنحاش كومبليتمون يتنحى ويرجع. كنا نسمع فيهم دكتور كل واحد شنو قال، فما شكون قالك يمشي ويرجع، فما شكون يقعد مع حيط وكل، فما حاجات غالطين فما حاجات صح، باش نصلحوهم في غير مزيغ من هنا حتى كش النصف نهار. اما هي احنا نحطوا الامور في اطارها ونعطيو تعريف لها المرض هذا، شنو هي الصدفيه هذه الساعه؟ الصدفيه هي اول حاجه التهاب في الجلده. هو مرض مزمن يعني سي تي مالادي كرونيك، لكن تنجم إل سو مانيفيست مرة مرتين في الدنيا، معناتها عبد تجيه مرة ولا مرتين، فما عباد بيان سور تنجم تجيهم برشا مرات، تو ديبون دو العلاج اللي هما يعملوا فيه. فوالا سي تي مالادي انفلاماتوار كيما قلنا كرونيك، الكاركتيرستيك نتاعها كونه الجلدة تتجدد بسرعة. لي سيلول نتاع الجلدة اللي هما الخلايا الكيراتينية يتجددوا بسرعة وما يكفينيش الوقت باش الجلدة تتقشر، دونك يتراكموا فوق بعضهم، هذاك هو اللي سبب لنا البلاك اريتيماتوز الحمراء هذيك اللي فيها القشرة. فوالا البسورياسيس حاب نقول اللي هو راهو ما يعديش، معناتها ما فماش كونتاجيون ما بين العباد في بعضها. وسمعت فما واحدة امرأة قالت اللي هو يعدي من بلاصة لبلاصة، لي ما يعديش من بلاصة لبلاصة، جوست فما ان فينومين اسمه فينومين دو كوبنير، واحد عنده بسورياسيس كيف يحك روحه يل تروماتيز لابو نجم تطلع غادي بسورياسيس، دونك مش يعدي مي البلاصة اللي تروماتيزي يطلع فيها البسورياسيس. به يقول قايل دكتور كيفاش نعرف اللي الحكيك عندي ولا الحمورية اللي عندي ولا التقشيرات اللي عندي هذوكم صدفية، الأعراض كيفاش نجمو نعرفوا؟ الأعراض شنو يظهر، شنو كيفاش نعرفها صدفية؟ أول حاجة معناتها الطبيب هو اللي باش يشخص الصدفية مش الباسيون هو وحده، خاطر فما برشا أعراض، فما برشا أشياء، فما برشا أمراض شبه لبعضها، دونك يا كو لو ميدسان كي بو ديغنوستيكي الصدفية. وساعات راهو نوصلوا نعملوا اون بيوبسي باش نتأكدوا اللي هي صدفية. باهي ايه دونك الانواع، دونك فما العوامل كل شيء، فما العوامل اسباب اول حاجه هي ديسبوزيسيون جينيتيك، البري ديسبوزيسيون جينيتيك اللي هي العوامل الوراثيه اول حاجه. عاده كيف يبدا الوالدين الزوز عندهم الصدفيه
50% طفل صغير باش نجم يكون عنده الصدفيه. كيف يبدا ان سول بارون 18% ينجم يكون عند الطفل. كيف يبدا حتى واحد لكن موجود في العائله فما 8% نجم تكون عند الطفل. باهي ابار الاسباب الوراثيه. دوزيام فاكتور بعد الاسباب الوراثيه هو لو فاكتور بسيكولوجيك اللي هو معناتها العوامل النفسيه. فوالا بعد صدمه بعد ان شوك واحد صارت له حاجه خسر عبد قريب ليه عاده نلاحظوا بعد هذا جينا البسورياسيس. فوالا العوامل الاخرى اللي هي الفاكتور انفكتيو معناتها واحد يبدا عنده اون انفلاماسيون كيلكو بار في بدنه تخلي لنا البسورياسيس هذايا ما يداويش بالكدا ولا تخرجه لنا. العامل الاخر هو لو فاكتور ميديكامونتو فما ادويه ناخذوهم برشا ينجموا يخرجوا لنا يطيحوا في المناعه ويخرجوا لنا البسورياسيس على الجلد. فوالا باه يعطيك الصحة دكتور شويخ. نحكيو على الأنواع والعلاج نتاع الصدفية. جوست نعاود نفكركم اللي الموضوع نتاعنا اليوم هو الصدفية وحاضر بحدنا دكتور سامي بيكر طبيب مختص في الأمراض الجلدية والتناسلية والعلاج باللازير. مرحبا بتليفوناتكم على 31 380 ألف ما تبعدوش بعيد هنا راجعين.